مرحبا وبيك عايز. لبس عليك؟ عام جميل. تعرف عليك؟ عايز. مواطن عادي، كنت نخدم تجارة قبل، جروسيس نتاع صبابط، فهمت؟ تو معناها روتريتي واحد شيء. والجروسيس نتاع صبابط، شنو هي أهم مميزات الخدمة في الصبابط؟ الخدمة معناها من الثمانينات، التسعينات، 2000 حتى 2000 الآن، دخلت القات واحدة كل شيء بعد الوقت هذاك، بدات تونس في تراجع. انت ماشي ماشي حتى 2011 ثلاثة بعض لا ما عادش فيها جملة. قالت كيفاش دخلت لتونس؟ دخلت لتونس ما وقت وقت جماعة الطرابلسية والواحد جابوا السلعة غرقوا السوق، حبوا يبيعوها لنا احنا جروسيستي، احنا ما قبلناهاش، تعطيني فاتورة نشري من عندك انا الطرابلسية، يقول لك لا ما نعطيكش، يجي ولا عطوها لك جماعة سيدي بو زيد وك الشريت وك واحد وهزوها البنكردين وهزوها الوالدين وغرقوا تونس كلها بالصبابط وبالدبش وبالواحد. قعدنا من 2001 فهمتني نوخروا التالي الجروسيستيت سلعتنا المعامل في صفاقس مثلا عندنا تقريبا 152 معمل، صبحنا في صفاقس تو حاليا تو رجع شوي ثم تقريبا تو 17 معمل صفاقسيه. سبيدريات كانت عندنا موجوده نتاعنا، الشليكه نتاعنا، الصبات نتاعنا، الحوايج نتاعنا، الكونفيكسيون نتاعنا. القات صبابه القات قلت لي انت غرقوا طرابلسيه دخلوا برشا للسوق التونسيه. دخلوا للسوق التونسيه هنا في تونس هنا غرقوها البلاد غرقوها، وسلعه خاصه السلعه دوزيام سي وتروزيام سي سيرتو السلعه الشينوه. انت كي تلبس شليكه برك قبل ما تلبسها حط سقيك حتى شمها تشوف الريحه نتاعها باش حاشاك. بك الفواض اللي نحن نطيشوا ريت الفواض اللي نتاعنا احنا هم عندهم غاديك يمشوا يرحوها يمشوا يرحوها ويريقلوها تولي عجينه خرجوا منها قالب ملوطه يحلطوا لها شلاك تصبح شلاك. كيما الشلاك البلاستيك المنتشره تو في السوق؟ منتشره تو في الواحد كله معناها الناس كلهم مرضى بالساقيه راهي مرضى بالسفره ساقي برشا ساقي نقص علاش تو فاق تلعبي معاش تاخذ السلع هاكم طيشه في الخربه هاكم في نهج الجزيره كل بلاصه هاكم في نهج اسباني في كل بقعه موجود تو خاصه سلع علاش رجعنا للفريب علاش رجعنا للفريب الصحيح علاش يجينا من برا معناها هذاك اللي اوريجينال. قلت لي طرابلسيه هما اللي فرضوها البدايه وقتاش كانت جابوا السلعه هذه وحبوا يفرضوها على الجروسيس كي حلت القات 2000 2001 اول عباد جابوا سلعه الواحد هم طرابلسيه في تونس في تونس هنا انا واحد من الناس باش ما نكذبش وما نعرفش انا تاجر ما نقولش مثلا جروسيس كبير اول مره ناخذ صندال صغير اكل بالضوء اللي يشعل من عندهم هم خذيت كميه كي جيت نبيع فيه بعد ما خذيتها انا من عنده وهم باعوا انا نبيع كيما يقولون ب 7000 الاخر يبيع ب 6000 الاخر يبيع ب 3000 الاخر يبيع ب 2000 فهمتني يبيعوا خاطر لا فاتوره لا ورقه لا شيء في الاخر نحيت الباكوين نحيت ولت نبيع فيها صب وحلفت ما عادش ناخذ من عندهم ما عادش نشرب عندهم شكون فهمتي واحد كل شيء يدور واحد في الاسواق واحد كل شيء يبيع ومن بعد كي شافوا الجروسيسيه والحوان ما حبوش يقبلوا واحد فهمتني مشاو دوروها لك التجار الصغار اجي انت ونعطيك ونعمل كل رجل واحد كل شيء وبدات اخسر تو سيدي ابو زيد انت الكل انت ادخل تو ادخل الاسواق الكل كلها تلقاها سيدي ابو زيد وكجلمه وكشريات نفس السلعه ونفس الخدمه ليومنا هذا. اليوم مشكل الصبات التونسي احنا في معروفين بصناعه الصبات في تونس لكن للاسف لكن كي تشوف تدخل بوتيكيت فما حدش خاصه في سياق سنابل وتنقبلي زاد ما ثماش علاش هاني حكيت كان عندنا اكثر معناها حتى العمل فين كان معناها كل شيء نتاعنا احنا معناها الصبابط والسبدريات والواحد كله جينا من صفاقس معامل شيء غريب معمل ويكاند معمل روديا معمل انيس معمل ساميك معمل سوساف أميرة معامل كبيرة ياسر روديا إيفانوف واليوم ما ثماش كلهم مشاو دق دق ومشاو واحد كل شيء دق دق تبع السلعة نتاع البر وكي يجي حتى باش يخدم السبادري من يتكلف هنا على نتاعنا بينما نتاع الخارج كريتو. لو كانت الصناعة ركزوا على صناعة الصبات خاطر يقعد ديما الحاجة الباهية ديما مطلوبة إذا كان ما ياخذوهاش عامة الناس ياخذوها لناس عايشين في نيفو معين، لكن احنا هل عندنا اليوم الصناعة الباهية الصبات الباهية اللي نجموا نوزعوه في تونس؟ موجود
موجود ماهوش بكثره، قله. عندنا تقريبا خمسه، ممكن خمسه معامل، التا مودا، التا شيك، ومودا بيلا، معناها معامل هذوما الباهين. معناها الصبات يبيع 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 يبيع، فهمتي، في الصبات ب 150 دينار، اما تو كوير جلد فيريتاب بازا، معناها تمشي كي تعمل لك واحد تمشي بيه تمشي بيه، تعمل لك وتعمل معاك وكي تشمه تشم ريحه الجلد، تشمش ريحه حاجه كنال الحاجه الماء هذيك. والفريب، ودخلنا الفريب في جميع قطاعات اخرين. على اساس في بين احنا الفريب في بينا مثلا كي جبناه هنا على اساس في ياخذوا الزوالي به، مشاو المرولة باهي باهي باهي. تو انت يدخلوا للفريب، انت اغلى من الصباطه، فهمتي، واحد تو تلقى في السبيدري ب 150 والصباطه ب 120 والبلوزون. ولكن الكاليتي مش سمحه، ندوروا في برشا اسواق غالي الكاليتي مش سمحه. ما عادش علاش كثر وخاطر كثر، ما عادش كانت قبل بقله، كانت معناها كيما نقولوا نحن فيل، ناخذ كي نجي نشوف الماركه انا نقراها واحد نلقاها فيريتاب حاجه جديده ولا اوريجينال ولا تولا على بعض. ولت الناس تلبس اوكي، شو اش يعملوا هم؟ يروحوا بوي لديارهم يا اخو. ما احنا كيما نقولوا نحن كونتيتي، يفرز الباهي الاخر يحط دوزيام شوا، الثاني مثلا السبيدري سيرتو السبيدري، نحكي لك على السبيدري، يروح بيه لداره ينفخوا في الماء جمعه باش يتنفخ وياه، يشيحوه يعملوا كيما شريت كيما نحن نسرد بش، فهمت، يعطيه ضربه سراج ولا يعمل واحد وهذا ويرجع واحد كي يحطوا في الواحد يبيعوا لك، فهمت، هو شاري ب 5000 يبيعوا لك ب 50000 60 70 ايه اليوم من هذا. اي معليش هذاك شنو علاش الناس تو فهمتي تو دارت لك رخيص وكل واحد وكل خاطر ما عادش عنده، وزيد المواطن معناها تشوف انت المواطن تشوف البطاله وتشوف المشاكل. ليميتاسيون في تونس، في الاسواق في تونس بارتو ولد بارتو بارتو. تو من نحكي لك مثلا احنا سوق الوزر نحكي لك عليها، القرانة والحفصية وسيدي محرز والخربة ونهج الجزيرة وكل الناس كلهم مع بعض ناكلوا مع بعض. وريتي انت تو لافانيل حبيب بورقيب وجمال عبد الناصر وشاردي جول والكوليزي ولافايت، الكل منين ياخذوا؟ سوق الوزر ما عنده واحد، هذا سوق الوزر نحكي لك عليه. نحن كنا جروسيسي، احنا كنا 55 جروسيسي مسايمين بعض قابلين بعض دبش وصبار. يجي يقول لك مثلا انا عملت لك سولد، ما يعمل لك سولد يكذب. مثلا انا ما خذوا من عندي انا كيما نقولوا نحن احنا كيما ما عندناش ما نبيعوش بزيده خاطر القباضه والواحد ديما كونترولي واحد خاطر ما عندناش ديما يجيو بحثين. ياخذوا مثلا على 20 خمسه كعبات ب 100 دينار به، هو كي يجي باش يعمل سولد ويعمل لك السولد ويعمل لك واحد هاكا يضربها لفوق، ومن بعد يعمل يقول لك انا عملت لك تيكي قد اثنين، ما يعملها لك تيكي يقول لك انا عملت لك، ويكذب عليك. والسلعه التونسيه هاكا اللي فهمت. بس بلي عملت لك سوم هذه انت قلتها لي، وكل يوم يقول لي عملت لك سوم، ما تجدش علي انا عملت لك سوم، انا نعرف اللي هو ربح فيه اقل شيء 50000. صحيت صحيت هذه هي الحكايه. اما هاي حاجه حاجه هي الباهي انت في كي تمشي مثلا كيما نقول لي بوتيكات كيما نقول نحن ماركه، فهمتي، مثلا في جيون غاديك في الوحده تشوف واحد كنت تلقى معناها الاسواق، كان انه كي ندخل نعرف معناها نفهم معناها كي نشوف القطعه في سواء في الصبات ولا في اللبسه ولا واحد نعرف اللي مطيح فما بالحق موجود. وتعرف حتى العباد بخك تبدا الناس شاد الصف ويدخل بالجروب الداخل وباش خسرتو اللي مات الوالا في جيون البوتيكات الكل. اما في وسط تونس العاصمه هنا يستحيل يكذب عليك. شكرا لك عايشك.